السلام عليكم طلاب الصف الثالث متوسط ودرس جديد من دروس مادة الأحياء. وهذه المحاضرة نستكمل درسنا عن أمراض العين. قلنا عندنا أمراض العين بما يسمى أولا أمراض البصر، وذيش تكون ولادية أو تركيبية، وعندنا اليوم التهابات العين الجرثومية. هذه تسببها جراثيم أو بكتيريا خاصة تصيب العين. أول هذا الأمراض هو التراخوما أو الرمد الحبيبي، ومرض تسببه جرثومة تسمى بكتيريا الكلاميديا، وهو منتشر في العراق. أعراض طبعا هذا المرض هو التحسس الشديد للضوء وحرقة وإدماء في العين، ظهور حبيبات صغيرة جدا على البطانة الداخلية للعين تسبب شعور المريض بخدوش مثل الرمل، فيحس المريض بأنه كأنما دخلت حبات رمل في عينه. هسه للعلاج مراجعة الطبيب وأخذ العلاج اللازم. للوقاية من هذا المرض طبعا أهم شيء هي النظافة الشخصية المستمرة وغسل الوجه بالماء والصابون يوميا، وحتى إذا كان عدة مرات خاصة. عدم استعمال مناشف ومناديل الأشخاص الآخرين لأنها أسهل طريقة لانتقال المرض. القضاء على الذباب الذي يعد الناقل الأساسي لكثير من الأمراض ولا سيما التراخوما، وخصوصا في أجواء مثل أجواء العراق الحارة حيث تزداد وتيرة نشاط الجراثيم وترتفع بارتفاع درجة الحرارة. نجي هسه على المرض الثاني اللي هو الرمد الصديدي. مثل ما نشوف هذه الصورة، الرمد الصديدي أيضا مرض ينتشر بين أطفال العراق في فصل الصيف، وأيضا ينقله الذباب والأدوات الملوثة بجراثيم المريض من شخص إلى آخر وبين أطفال الأسرة الواحدة، فيجب إبعاد الطفل المصاب عن باقي الأطفال الغير مصابين. الأعراض التهاب طبعا منظمة العين، التهاب منظمة العين أو الملتحمة، ونزول قيح أبيض عند فتح عين الطفل، هو هذا الاختلاف بينه وبين الرمد الحبيبي. ألم شديد وعدم مقدرة الطفل على فتح عينه والرؤية، وقد يصاب الطفل الحديث الولادة بسبب عدم النظافة. نجهز العلاج. علاجه أخذه للطبيب وأعطاه العلاج اللازم، وغسل العينين بالماء الدافئ وفتحها من حين إلى آخر لخروج المواد القيحية، غسل يدي الأم طبعا جيدا بعد غسل عين طفلها كي لا تسبب العدوى للعين الأخرى أو أخوانه الآخرين. استعمال المناديل الورقية أو الكلينكس أو الشاش أو القطن الطبي المعقم لمسح المواد القيحية من عين الطفل. للوقاية منه أيضا القضاء على الذباب الناقل الرئيسي للمرض، ووضع قطرات معقمة في عين الطفل حال ولادته، الأطفال المولودين جدد، عزل الطفل عن أخوانه الآخرين، غسل الطفل وجهه يوميا، وعدم استعمال مناشف الآخرين. طبعا أخوان غسل عين الطفل هذا يجب تعليمه من الصغر أنه يوميا يغسل وجهه، وذلك للنظافة والاتقاء الإصابة بأمراض العين الجرثومية. سعدنا العدسات اللاصقة. شاعت طبعا بالسنين الأخيرة أو الفترة الأخيرة استعمال العدسات اللاصقة للعيون. أكو منها تستعمل طبية للأشخاص الذين يصابون، قد يصاب بقصر البصر أو بعد البصر أو الاستكماتزم، أو أكو للزينة، وخاصة نشوفها هسه استعمالها على الانترنت في تطبيقات مثل التيك توك وغيرها، حيث أن كثير من البنات والشباب تضع عدسات لاصقة ملونة
تغيير لون العينين. طبعا هذه العدسات اللاصقة في حالة عدم نظافتها وسوء استعمالها فإنها تشكل خطرا على عيون صاحبها، وقد يكون من المناسب عدم استعمالها لأن ذلك في طريقة للمحافظة على نعمة البصر. هنا كيفية المحافظة على العين والأبصار، شن هي الطرق اللي نستعملها؟ عدم الجلوس فترات طويلة أمام الحاسوب أو التلفزيون، وعدم الإكثار من استعمال الهاتف النقال وألعاب الهاتف النقال. يجب أي يعني نأخذ فترة استراحات بعد كل استعمال. يجب على الطالب خلال فترة الامتحانات أيضا أخذ استراحة لعينيه بعد القراءة، ويجب لا تكون استراحة أمام التلفزيون وإلا ما هو الفرق. الحماية من أشعة الشمس بوضع نظارات شمسية خلال أيام الصيف المشمسة، عدم لمس أو دعك العين باليد، وخصوصا الذين يعملون في أعمال الصبغ والورش الكهربائية، وضع قناع واقي للوجه للذين يعملون بالحديد واللحام، وتجنب الضوء الساطع، عدم الاكثار من وضع الأصباغ أو الملونات، وخاصة للسيدات والبنات لأنه يؤدي إلى أضرار بالعين، لأن الأصباغ هذه كلها تحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تحسس العين. الابتعاد عن وضع العدسات اللاصقة مثل ما قلنا سابقا، وتسبب الأذى الكبير والتهاب ملتحمة العين. الانتباه الجيد عند لعب الرياضة، ولا سيما ممارسة الرياضة العنيفة مثل الملاكمة، تفادي شرب الماء بكميات كبيرة عند العطش بعد قطع مسافات طويلة أو في العمل أيام الصيف، وشرب الماء قليلا ثم الانتظار 10 دقائق لشرب ما يكفي من الماء، لأن شرب الماء بكميات كبيرة دفعة واحدة هو خطر مؤكد على سلامة البصر. هذا يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ لضغط العين فيسبب أذى للعين. هنا عندنا لماذا سؤال، لماذا يمنع شرب الماء بكميات كبيرة من قبل الشخص اللي إذا كان يركض أو يسير أو يعمل لفترات طويلة؟ وذلك لأن ذلك يؤدي إلى رفع ضغط العين بسرعة، مما يؤدي إلى الأضرار بالبصر. هل أن ضغط العين يختلف عن ضغط الجسم؟ طبعا ضغط العين يختلف عن ضغط الجسم، وليس بينهما أي علاقة. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في محاضرات جديدة لعلم الأحياء.